ديال ليزاكتيفيتي حاولت انني نقسم الصفحه على جوج باش نفهمو مزيان وباش ما تبلوش في نفس الوقت. اذا اليوم غنديرو لاكتيفيتي نمره 4 ولاكتيفيتي نيميرو 5 المتبقى. اذا هنايا الحصه ديال اليوم خاصنا نحصلوا على واحد العلاقه اللي غادي نكتبها لكم دابا باش من بعد تولوا تحفظوها. اذا العلاقه هي ا اس ان الكل اس ام كتساوي ا اس ان ضرب بي ام. اذا هذه هي العلاقه اللي عندنا في هاد لاكتيفيتي نيميرو 4 هي اللي غادي ندرسوها باش نوصلوا لهاد العلاقه. اذا العلاقه نقلوا عندكم حفظوها وغادي نبداو لاكتيفيتي ديالنا ان شاء الله. اذا لاكتيفيتي كتقول بريميرمون 3 او كاري بي من اس 2 كنقولوا ليها او كاري اي 3 اس 4 اكسبوزون 4 سون لي ديمونسيون دان ريكتانغل. ديمونسيون هما الابعاد ولا ابعاد هما ابعاد ابعاد ياش المستطيل. لي ديمونسيون عقلوا على المصطلحات اللي هما ابعاد المستطيل. اذا حنايا نطلب منا اننا اكسبريمي لير حنا هضرنا عليها قلنا هي المساحه ريكتانغل قلنا هو المستطيل شي مستقيم مي المستطيل سو فورم دو بويسونس دو 10 دو 3. ملي كنقولو بويسونس دو 3 كنعنيو بها هي لا باز هي لا باز 3 يعني لا باز تكون 3 عاد الاكسبوزون بوحديتها. اذا هادشي اللي غادي نبينو ان شاء الله في هاد ليكزارسيس. ثانيا غنكالكولي لير ديال الكاري المساحه الكاري هاد المساحه ديال الكاري اللي قدامنا وغادي نستنتجو 4 ا اس 2 كتساوي 4 اس 2 مضروبه في ا اس 2 ونستنتجو عاوتاني مونتخي كو نبينو بان ا اس 2 اس 3 كتساوي هاد العدد كامل ونستنتجو ان ا اس 2 كل اس 3 كتساوي 2 اس 6 وهي اللي وصلنا لها العلاقه اللي عطيتكم في الاول هي اللي غادي نبينو ان شاء الله. اذا نبداو الحل ديالنا. اذا بالنسبه للتمرين اللي هو قال لنا ريكتونغل يعني عندي واحد المستطيل هاد المستطيل عنده الطول ديالو وعنده العرض ديالو. اذا الطول كرمزو ليه ب ال كبيره والعرض كرمزو ليه ب ال صغيره. اذا المساحه ديالو لير شنو كتساوي؟ اذا المساحه كتساوي لينا طول في العرض هادشي عرفنا. اذا غادي نحسبوا هاد الطول في العرض. اذا المساحه ديال اس كتساوي لينا قلنا طول في العرض لي ديمونسيون هادو هما لي ديمونسيون طول العرض هما لي ديمونسيون. اذا الطول شحال ما عطيناه اذا 3 اس 4 مضروبه في العرض اللي هو 3 اس 2 ما كيهمناش. حنايا قرينا في الاول ولكن حنا غادي نفكو حيت اللي مهم عندنا هو ان لي زاكتيفي نعرفو ملي جا ليكسبوز. اذا هادي اس 2 شنو هي؟ هادي نقد نحسبها مباشره ونديرها هي ا اس 4 ماشي ا ولكن 3 غادي نبينوها هي 3 اس 4 زائد 2. اذا اللي كتعطينا هي 3 اس 6. انا ما غاديش ندير هذه الخدمه لان هذه علاقه ولكن خاصني نبينها. اذا هي 3 قلنا معاودها بعض المرات اذا كتساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 عاوتاني ضرب 3 معاوده جوج ديال المرات اذا 3 ضرب 3 اذا كتساوي ليا 3 في 3 هي 9 مضروبه 3 في 3 هي 9 مضروبة 3 في 3 هي 9 كتساوي 99 في 81 مضروبة 9 كتساوي 729. إذا هذا الشيء اللي خرجنا وغادي نستنتجوها انطلاقا بأن 3 أس 6 هي هاد 729. إذا عرفتوا كيفاش خرجناها حسابيا وعرفتوا كيفاش درنا ليها بالعلاقه الاس اللي راه حنا كندرسو دابا. اذا غادي نمشي لثانيان وغادي ندير نكسبريمي يعني كالكولي المساحه ديال هذا المكعب اللي عطاوني اللي عنده الضلع ديالو هو راه كاري ولكن انا مع عوشو ولا بحال هكا. اذا عنده هنايا ا وهنايا ا يعني هذا المربع هذا الاضلاع ديالو ا. اذا غنقسم المساحه ديال المربع واحد وعاد غنشوف شحال العدد ديال المربعات اللي عندي كامل.
كذب بجوج ديال بجوج ديال الطرق، اذا نحسبهم بجوج ديال الطرق. اذا نحسبه بالطريقه الاولى الاعتياديه، بان اس ديال المكعب اش كتساوي كنعرفوا هي الضلع في الضلع. اذا كتساوي هنا الضلع شحال عندي؟ عندي واحد جوج ثلاثة أربعة ديال اش ديال أ، أربعة من أ. إذا كاين أربعة من أ غادي نضربوها فاش؟ واحد جوج ثلاثة أربعة عاوتاني ديال أ. إذا شنو كنلاحظ؟ أن أ تعاودت ليا جوج ديال المرات، وغادي نستنتج بأن هي أربعة أ لكل أس إي مثلا. إذا أنا استنتج بالطريقة الأولى مثلا. دابا غادي نمشي هذه الطريقة الأولى. دابا الطريقة الثانية، بنفس الطريقة غادي نستنتج أن مساحة ديال المكعب الواحد اللي هو الصغير شحال كيساوي؟ اس واحد صغيرة كتساوي لنا هي أ ضرب أ، اللي كتساوي لي هي أ أس اثنين. إذا المساحة ديال هذا المربع هذا هي أ أس اثنان. إذا شحال عندي هنا؟ أ أس اثنان، وعندي أ أس اثنان، وعندي أ أس اثنان، وعندي أ أس اثنان. شحال من مرة عندي هنايا؟ يعني في كارو كامل عندي 16 المرة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 صافي. أولا حنا نديرو ثلاثة ديال الطرق، نديرو الطريقة هادي ونعاودو. إذا عندنا هاد المربع أربعة ياش، هذا كامل هو أ أس اثنان. إذا شحال عندي طول؟ عندي أربعة. إذا غادي نقول أربعة فاش أ أس اثنان مضروب عاوتاني كذلك في جهة أخرى عندي أربعة. إذا أربعة أ أس اثنان. على العلم بأن إذا كانت عندي الكتابة مكتوبة بحال هكا، أربعة أ كتعني أن هي أربعة ضرب في أ. طبيعي كنديرو لا سامبليفيكاسيون، كنحيدو في من يكون شي رقم لا. إذا هنايا هاد الكتابة كي غتولي عندي؟ غتولي هي أربعة مضروبة أ أس اثنان مضروبة أربعة مضروبة أ أس اثنان. بلاتي. إذا ما عنديش هاد الطريقة، ولكن غادي ندير عندي هذا. شحال عندي هنا هاد المربع هذا؟ هاد المربع كاين هو أ أس اثنان. إذا المساحة ديالو أ أس اثنان. شحال من مرة تعاود ليا المربع؟ إذا نحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16. إذا عندي 16 المرة في هاد المربع. ماشي. إذا شناهي 16؟ 16 هي أربعة الضرب أربعة ضرب أ أس اثنان. إذا 16 هي أربعة في أربعة. إذا هاد أربعة في أربعة شنو كنعنيو حنا؟ هي أربعة معاودة ليا جوج ديال المرات مضروبة فاش؟ أ أس اثنان. إذا الطريقة الأولى خرجت لينا هي أربعة أ أس اثنان، وهنا خرجت لينا أربعة أس اثنان مضروبة في أ أس اثنان. إذا نحسب لها بطريقتين، ماذا نستنتج؟ إذا بشنو نستنتجو؟ نستنتجو بأن أربعة أ أس اثنان من كل أس اثنان كيساوي ليا هو أربعة أ أس اثنان مضروب أ أس اثنان. إذا علاش؟ لأنني حسبت هنا بطريقتين، الطريقة الأولى والطريقة التالية، باش حصلت على نفس النتيجة. إذا النتيجة الأولى هي هادي، النتيجة الثانية هي هادي، الاستنتاج من واحد وجوج نستنتج ان. اذا من انطلاقا من هنا غنستنتج واحد العلاقه كتقول لي الا كان عندي واحد العددان مضروبين بيناتهم ومختلفين وعندهم واحد الاس ان، اذا شنو كيساوي هاد العددان؟ كيساوي العدد الاول اس الان مضروب في العدد الثاني اس نفس الان. اذا هذه علاقه ديال لابويسونس اللي دابا عرفناها وقيله الثالثه، اذا نحفظوها. غادي نمشيو لثالثا. قال لك مونطري، مونطري هي قلنا بين، بين ان. اذا بين ان هاد الـ هاد الـ القوة، القوة اللي اس ديالها ثلاثة كتساوي هاد العدد كامل. اذا خاصنا نبينو اما نجيو من هنا لهنا اولا نجيو من هنا لهنا. اذا حنايا نحاولو نطلقو بالمقلوب.
صافي. اذا شحال من سته عندي؟ واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. اذا عندي اثنان ضرب اثنان ضرب اثنان ضرب اثنان 6 مرات. اذا غنمشيو من هنا باش نوصلوا للعمليه المواليه. اذا شنو كتساوي؟ غادي نجمعوا هادو بجوج، اثنان في اثنان هي اثنان اس اثنان، مضروبه اثنان في اثنان هي اثنان اس اثنان، مضروبه اثنان في اثنان هي اثنان اس اثنان. اذا هنا اش كنلاحظ؟ اثنان اس اثنان معاوده ليا 3 مرات. اذا غنديرو هي اثنان اس اثنان الكل اس 3. اذا حنا تحصلنا عليها بينا بان اثنان اس اثنان كل اس 3 كتساوي هذا العدد، هذا العدد كامل. اذا شفتونا كيفاش درنا ليها؟ اذا غادي نستنتجو النتيجه ديال اثنان ياش اس اثنان الكل اس 3. باش غنستنتجوها اش كنلاحظ هنا؟ يعني كنلاحظ بان عندي اثنان في اثنان في اثنان شنو كتساوي؟ كتساوي ليا هي اثنان لاباس، ولكن معاوده ليا 6 ديال المرات. وبالتالي غنقول دونك حيت هي راه باينه ان جوج اس اثنان الكل اس 3 كتساوي ليا جوج ياش اس 6. في هاد الحاله هادي شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان لاباز عندي هي جوج كما هنا، ولكن خاصني نلقى العلاقه ما بين هاد الاس وهاد الاس وهاد الاس. اذا شنو خاصني ندير ما بين هاد الاس وهاد الاس باش نحصل على 6؟ عندي اثنان الاس وعندي 3 كيساوي 6. اذا شنو خاصني ندير؟ خاصني، اذا العلاقه اللي غنخرج بها هي ان اس ان الكل اس ام كتساوي هي اقيبقى لينا نفس لاباس وكنضربو ليزيكسبوزون بيناتهم. اذا حنا حصلنا على العلاقه في هاد لا بويسونس ديال لو بوز. اذا نمشيو لاكتيفيتي نيميرو 5. اذا بالنسبة لاكتيفيتي نيميرو 5 اللي هي نوتاسيون سيونتيفيك تاع نومبر ديسيمو ريلاتيف. اذا هنايا باش انا ما نطولش عليكم ونشرح لكم مزيان شنو لو برانسيب من هاد الفقرة هادي. اذا هاد الفقرة خاص اي عدد كما هذا كما كنشوفوا اي عدد كبير الا بغينا نصاوبوه باليد ديالنا او نحسبوه باليد ديالنا غادي يجينا حساب طويل. اللي حسبناه بالكالكولاتريس كيخرج لينا حساب بحال هكا، يعني الكالكولاتريس كدير لينا واحد العدد نضرب في واحد العدد بلا بويسون. اذا انا باش غادي نفهم كي غندير انا باش نفهم؟ اذا هاد القراءه هادي غادي نحاول نلخصها لكم، اللي هي كتهضر على ليكريتور سامبل او ليكريتور سيونتيفيك، الكتابه العلميه. بحالاش ليكريتور سيونتيفيك؟ هي هذيك ليكريتور اللي كتعطيها لينا الكالكولاتريس ملي كنبغيو نحسبوا واحد البرودوي. صافي، هادشي اللي كاين. كي غندير انايا باش نبقى نعرف ليكريتور سيونتيفيك؟ هادشي اللي غندير كلا ريزومي لهاد الفقرة هادي وغتبع عليها ان شاء الله ويكون. اذا مثلا هاد العدد هذا الا بغينا حنا نحسبوه اش كنديرو؟ كنديرو 45 كنضربو العدد 15 وكنجريو العملية ديالنا اللي هي 25 5 تبقى 2 20 22 نديرو نقطة حيت سالينا، عاوتاني أي عدد نضربو في واحد هو نفسو هي 45، نديرو زائد الجمع نجمعو كلشي أوب 5 7 6. إذا العدد اللي ضربناه فيه إلا زدنا له الأصفار مثلا إلا زدت 45 زدت ليها 0 1، إذا أنت هنا خاصني نزيد 0. إلا 45 زدت ليها 2 حتى هاد العدد غادي نزيد ليه 2 0. إلا 15 زدت ليها 2 ديال الأصفار، إذا أنت هنا غنزيد 2 ديال الأصفار. إلا زدت هنا 3 أصفار متبقية غادي نزيد 3 ديال الأصفار المتبقى. إذا غادي يخرج ليا هاد العدد كامل اللي قدام. إذا هاد العدد أنايا ديجا شفت كيفاش يمكن الفصيلة تحول من اليمين أولا كيفاش تحول لليسار. كنهضر على الفصيلة. إذا هاد ليكريتيغ سيونتيفيك اللي هضرنا عليها كتهمنا الفصيلة في هاد الفقرة بالذات. إذا قلنا الفصيلة كتمشي جهة اليمين إلا ضربنا في 10 أو إلا قسمنا على 0.1، وكتمشي جهة اليسار إلا قسمنا على 10 أو إلا ضربنا 0.1.
اذا انا هذا العدد هذا بغيت ردو سيونتيفيك والملاحظه اشنو كنلاحظ هنا؟ كنلاحظ بان في لاكريتيغ سيونتيفيك ديما كناخذ واحد العدد اللي ما بين صفر واش و 9، يعني هذاك العدد اللي غادي ناخذ اللي هو 6 فاصله، ديما هاد الفاصله 6 كيكون العدد اللي غناخذ كيكون رقم واحد، ما كيكونوش جوج رقم، ماشي جوج ارقام. اذا الا مطلوب مني انني ندير كريتيغ سيونتيفيك ديال هاد العدد مثلا، ما نكتبش 67 وندير الفاصله ونكتب العدد كامل، نبقى نكتب العدد كامل هنا، لا كندير حيت الاصفار ما عندهمش معنى، حالاش ما عندهمش معنى؟ اذا هنايا كندير 67 وكنضربها في شحال باش الفاصله تمشي، باش الفاصله ندير العدد كامل، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، غادي نضربها في 10 9 ديال الاصفار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن هذا العدد 67.5 إلا ضربته في هذا الشيء كامل غيخرج لي غيعطيني هذا العدد، ولكن أنا اللي خاصني نكون كنعرف هو أن الكتابة الكسرية أو الكتابة سيونتيفيك العلمية خاص يكون عندي العدد اللي كنضربو في 100 ولا في 1000 ولا في 10000 خاص يكون محصور ما بين صفر وما بين 9، إذا 67 ما مكسوراش ما بين صفر و 9، إذا اش كندير؟ كنحيد الفاصلة ديالي من هنا وكنزيدها وكنديرها هنايا وكنزيد صفر، باش نحصل على العدد ديالي هذا اللي مأفيشي ليا هنا، باش نحصل على هذا العدد كيكفيني أن 6.75 ضربها في هذا العدد كامل، وبما أنني أنا قريت لا بويسونس وكنقرا لا بويسونس، إذا هذا العدد هذا اللي فيه فيه الاصفار اشنو كندير انا باش نردو بويسونس؟ كنخلي العدد ديالي اللي هو 6.75 وكنضربو في 10 وكنحسب عدد ديال الاصفار ديالي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وكنكتبها هي الاس، علاش؟ لان هذا العدد هي 10 ديال العشراوات تعاودوا باش يعطوني هذا العدد كامل، وفي الاخير كنحصل على الكتابه العلميه ليكريتور سيونتيك. هذا هو لا ريزومي اولا ديال ليكريتور سيونتيفيك، باش بلا ما نطولوا ثم فهمتوا دابا لو برانسيب. دائما الرقم ليكريتور سيونتيفيك كنكتبوه على شكل ا، واحد العدد مضروب في 10 لا بويسونس ان، بحيث يكون عندي هذا العدد ا محصور ما بين صفر أو ما بين واحد و 9، إذا هادو هما الشروط ديال الكتابة العلمية أو ليكريتور سيونتيفيك. إذا خليتكم على خير إن شاء الله، موعدنا في جو موبايل إن شاء الله ديال الدرس المقبل، وكذلك ليزاكتيفيتي ديال الدرس المقبل. خليتكم على خير، الله يوفق الجميع، السلام عليكم.